بسم الله الرحمن الرحيم. قام الكتائب شهداء الثورة بقيادة أبو أُدَيْ وكتيبة أحباب محمد بقيادة أبو جعفر المنغي بتأمين الشيقار قائد وحدة حماية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة من عصابات وشبيحة أحمد جبريني حسن الشيخ حسن أبو عبيدة والعسكري المجند بندر حمد حمد. وسنبقى صامدون حتى النصر وبعون الله تعالى. تكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.